في إطار المحافظة على السكينة والنظام العموميين، تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببير مراد رايس على إثر بلاغ تلقته فرقة الدرك الوطني بالسمار، مفاده تعرض قطار يعمل على خط الحراش زيرالدا إلى الرشق بالحجارة. فور تلقي البلاغ تنقلت وحدات الكتيبة مدعمين بفرق الأمن والتحري بقيادة قائد الكتيبة. العملية مكنت من توقيف 23 شخص مشتبه فيهم، من بينهم 11 قاصر المشتبه فيهم، بث الرعب في أوساط المسافرين الذين كانوا على متن القطار. تم توقيف جميع المشتبه فيهم من أجل قضية المشاجرة في مكان عمومي، التحطيم العمدي لملك الغير، عرقلة حركة سير القطار، بث الرعب في أوساط المسافرين. سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا فور الانتهاء من التحقيق.